تروح نجيب ساوير سايب المليارات والمصانع والشركات وبيلعب جوه. والله بجد نجيب ساويرس ساب الشركات والمصانع والفنادق وقاعد بيلعب مزيكا، وعلشان تتفرج عليه لازم تدفع 2500 جنيه تذكرة دخولك بس. ده اللي حصل مع شاب مصري وما كانش مصدق نفسه من اللي بيسمعه. خليك معانا واحنا هنقول لك ايه الحكاية. يا ترى مين اللي ساب الشركات والمصانع وراح يلعب دي جي؟ ده مش أي حد، ده نجيب ساويرس نفسه الملياردير المصري اللي بنعرفه كرجل أعمال كبير، قرر إنه يغير جلده تماماً ويروح يلعب مزيكا، بس مش أي مزيكا. علشان تسمعه لازم تدفع تذكرة بـ 2500 جنيه في الساحل الشمالي. أيوة كده زي ما بتسمع، ده كلام حقيقي. فيديو ظهر فيه شاب بيتكلم عن واقعة حصلت معاه في مطعم مشهور في الساحل الشمالي. اتكلم وحكى إنه راح مطعم علشان ياكل، وهناك قالوا له إن التذكرة النهاردة بـ 2500 جنيه. الولد استغرب جدا وقال لهم 2500 جنيه ايه؟ وليه السعر مبالغ فيه بالشكل ده؟ لكن الامن رد عليه وقال له السعر ده علشان يدخل المطعم بس، فاستغرب اكتر، خصوصا ان الفندق اللي قاعد فيه مأكد له انه بيدخل المطعم وبيحاسب على ثمن الاكل فقط. وهنا تبدأ المفاجأة الأغرب. الأمن قال له أصل نجيب بيلعب النهاردة. قال لهم نجيب مين؟ قالوا له أنت ما تعرفش نجيب ساويرس بيلعب مزيكا النهاردة؟ طبعا الشاب اتفاجئ وقال لهم يعني هو ساب المصانع والشركات والمليارات وجاي هنا يلعب مزيكا؟ وحتى لو الوضع كده ال 2500 جنيه بتوعي هيفرقوا إيه مع نجيب ساويرس؟ وفعلا رفضوا يدخلوا المطعم. الفيديو اللي اتحكى فيه القصة دي انتشر على مواقع السوشيال ميديا، بس يا ترى الكلام ده حقيقي وفعلا الملياردير المشهور بيشتغل دي جي؟ ويا ترى عمل كده علشان زهقان ولا علشان بيحب المزيكا؟ الحقيقة ان الموضوع ده ظهر دلوقتي بس مش جديد، وده لان الفضائية العربية عرضت فيديو قبل كده لرجل الاعمال المشهور نجيب ساويرس وهو بيحيي حفلة موسيقية في القاهرة على الدي جي. وفي اللحظة دي ظهر ساويرس كمنسق للاغاني تحت اسم دي جي بيبو، وكان ظاهر في الفيديو وهو بيرقص ومستمتع بكل لحظة ليه، والجمهور مبسوط وبيغني وبيرقص. حسب جريدة الشروق فنجيب ساويرس أحيا حفلة قبل كده في القاهرة تحت عنوان بيبو ميوزيك نايت في ملهى ليلي مشهور في القاهرة، والمعروف عن شغلانة الدي جي إنها مش سهلة أبداً ومحتاجة حد يكون ذكي وسريع البديهة علشان يقدر يفهم الجمهور اللي قدامه ويلعب لهم مزيكا تناسبهم وتغير مودهم تماماً. محدش يستغرب، ساويرس طول عمره غاوي مزيكا وعلى طول بيحضر الحفلات الغنائية الكبيرة اللي بيكون فيها أكبر الفنانين في مصر والعالم، ده غير مهرجان الجونة اللي بينظمه برعايته وبيصر على حضور حفلاته وفعالياته واللي بيحضروا نخبة كبيرة من الفنانين والمشاهير في مصر والعالم. بس محدش عارف اللي حصل مع الشاب اللي ظهر في الفيديو ده حقيقي ولا لا، واللي بيأكد ان ساويرس بيحب المزيكا وبيلعبها هو انه طلع في رمضان اللي فات مع الفنان محمد رمضان في اعلان لشركة من شركات الاتصالات المشهورة، وظهر في فيديو الاعلان وهو بيلعب مزيكا ورمضان واقف بيغني جنبه والاعلان عجب الجمهور. ولو انت مش عارف فساويرس نجح في انه يكون ثروه وصلت لأربعة مليارات و600 مليون دولار، وده من خلال رهانات وصفقات جريئه على شركات الاتصالات ومناجم الذهب في كل انحاء العالم.